السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث. سنتابع فيها مستجدات مباحثات الكويت بين الحكومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. إذن مشاهدينا، بدأت جولة الكويت بعد تأخر ومماطلة طويلة من قبل الميليشيا، في حين كان من المفترض أن تكون الأجندة التي تقدم كأرضية للمباحثات قد تم الاتفاق عليها خلال مسيرة التحضيرات الطويلة التي امتدت لأشهر ووافقت عليها الميليشيا من قبل. فإن وفد الميليشيا في الكويت عاد ليسجل اعتراضه هذه المرة على الأجندة والنقاط الخمس، مبديا في كل مرة عذرا جديد. العذر هذه المرة أنه لا يمكن تسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل إيقاف الحرب وعودة العملية السياسية. وعندما تتحدث الميليشيا عن إيقاف الحرب فإنها تتحدث عن عمليات الحكومة والتحالف فقط، بينما حربها هي من يجب أن تستمر، وهي التي لم تتوقف لحظة واحدة في جميع الجبهات، على الرغم من وجودها في محادثات يفترض أن تكون خطوة حقيقية نحو السلام. هذه المماطلة التي تهدف إلى عرقلة جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام قوبلت برفض صارم من قبل الحكومة، فيما كان المبعوث الأممي يحاول إيجاد مخرجا جيد يتلافى فشلا آخر رافق كل محطات السلام السابقة، مقدما اقتراحا بتشكيل لجان فرعية للبدء بترتيبات تنفيذ كل نقطة من النقاط الخمس بشكل متزامن، وبما ينتهي إلى حل شامل كما قال. مستجدات المباحثات في الكويت ومؤشرات النجاح والفشل التي ترافق هذه المباحثات ستكون محور نقاشنا هذا المساء، لكن مشاهدينا بعد أن نتابع هذا التقرير. الحرب لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والخراب والخسارة. أخيرا انعقدت محادثات الكويت، هذه الجولة التي تأجلت لأكثر من مرة منذ انتهاء الجولة السابقة في بيال السويسرية وحتى اللحظات الأخيرة مع تأخر وفد الميليشيا في صنعاء، تعقد وسط أمال بتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي طالت أكثر مما ينبغي. إن الخيار اليوم سيكون واحدا. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد في كلمته الافتتاحية أن أمام المتفاوضين واحد من خيارين: وطن آمن ومستقر لكل أبنائه، أو بقايا أرض يموت أبناؤها كل يوم، وأن الفشل خارج المعادلة كما قال. لكن لا شيء يوحي بأن أحدا سيأخذ ذلك على محمل الجد، بما فيهم صاحب العبارة نفسه الذي ما يزال مترددا في أي الطرق سيصل بالأزمة اليمنية إلى خارج حدود الفشل. في هذه الجولة وعلى الرغم من الاتفاق على أجندة المباحثات، إلا أن وفد الميليشيا لا يزال يراوغ، وهو الأمر الذي يهدد بالفشل كما في المرات السابقة، مع إعلانهم التحفظ على النقاط الخمس التي تشكل أرضية المباحثات. وفد الميليشيا وبحسب مصادر في الكويت يحاول ترتيب النقاط الخمس لتبدأ من إنهاء العمليات العسكرية من قبل الحكومة والتحالف واستئناف العمليات السياسية قبل انسحاب من المدن وتسليم السلاح، بينما الوفد الحكومي يؤكد أن ذلك غير ممكن وأنه لا يمكن نجاح أي عمليات سياسية في ظل وجود السلاح بيد الميليشيا، وهو ما أثبتته التجارب السابقة. موقف المبعوث الأممي جاء متوسطا وغير مبشر أيضا، مع قوله أن تلك النقاط الخمس هي أساس الحل المنتظر في الكويت، ولكن تنفيذها ليس متسلسلا، مع اقتراح بتشكيل لجان تعمل بشكل متوازن بهدف التوصل إلى اتفاق واحد وشامل كما قال. في الكويت تتساوى كل الاحتمالات في هذه اللحظة، وفي حين ينتظر اليمنيون حلا طال انتظاره فإن المؤشرات لا تبشر بالكثير. إذن مشاهدينا، قبل قليل اختتمت جلسة المشاورات الأولى بين وفد الميليشيا وأيضا وفد الشرعية في دولة الكويت التي خصصت لمناقشة وقف أو تثبيت إطلاق النار بين طرفين. مصادر سياسية قالت في أن وفد الميليشيا رفض مناقشة موضوع خروقات الهدنة وقرار وقف إطلاق النار، وتهرب من مناقشة استحقاقات وقف إطلاق النار في اليمن، معتبرا ذلك أن ذلك الإجراء يتعلق فقط بوقف عمليات التحالف العسكرية دون التزام الميليشيا بذلك. في سياق أيضا اقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد نقل اللجنة العسكرية الخاصة بمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار إلى الرياض كخطوة أولى لنقل المشاورات إلى الرياض. هذا ما تم خلال الجلسة الأولى اليوم. ووصف ولد الشيخ خلال الجلسة التي تمت مدينة الظهران السعودية أو مدينة الظهران السعودية بين الميليشيا وممثلي الحوثي، يعني اللقاءات التي تمت في هذه المدينة، وصفها بالإيجابية والمشجعة لموضوع نقل اللجنة العسكرية من الكويت إلى الرياض لقربها من الخدمات اللوجستية
المتعلقة بميدان الحرب. إذن مشاهدينا، نقاش موضوع حلقتنا اليوم سيكون مع ضيوفي. المحلل السياسي سينضم إلينا من الكويت حمزة الكمالي الناشط السياسي، وأيضا ستنضم إلينا الباحثة والكاتبة السياسية السيدة ميساء شجاع الدين، على أن ينضم إلينا يعني لاحقا سينضم المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي. إذا كان قد جهز الاتصال سينضم إلينا الآن حمزة الكمالي. سيد حمزة، مساء الخير. إذن مشاهدينا، نواجه مشكلة في التواصل مع ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للاستكمال. death, civilian death, 4,519 wounded, and the actual numbers could be much higher. والقذيفة جاء قدام الوحيد تمسك عدا أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سنبدأ الآن نقاشنا، سينضم إلينا من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. مساء الخير سيد عبد الهادي. يا مساء الأنوار أخي. أهلا بك سيد عبد الهادي. في هذه اللحظة تجري مباحثات بين الأطراف اليمنية في الكويت، ولا تزال الميليشيا تواصل حربها في تعز وأيضا في معظم الجبهات الأخرى. أي مسار تعتقد أنه ستمضي إليه فعلا؟ إلى الآن لا زالت الآمال محبطة جدا، ولا زال الشارع ينظر إلى هذه المفاوضات على أنها لن تحقق شيء، وأن هذه الجماعة لن تلتزم، وأنها تمارس عملية تكتيك إضاعة وقت، إعادة ترتيب أوراق، محاولة لتدويل قضية ما بين انقلاب وسلطة شرعية، وهناك مرجعيات دولية. إلى الآن المفاوضات لا زالت تدور عند النقطة صفر، وهي تثبيت حسن النوايا. نعم. أي العمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يقف، والذي ظل مثلا هنا في تعز إلى قرابة الساعة 6 صباحا، والاشتباكات مشتعلة في الجبهة الشرقية والشمالية، وهناك استخدام. نعم، بخصوص هذا الموضوع سيد عبد الهادي، المدينة لا زالت محاصرة. نعم سيد عبد الهادي، بهذا الموضوع تحديدا، وهذا جزء من مخطط. نعم. الضغط على السلطة الشرعية، الحديث عن عمل سياسي قبل توقيت العمل العسكري هو نوعا من خلط الأوراق. لا يمكن أن يكون هناك تفاوض وعمل عسكري في آن، لأن التفاوض. نعم. لأن العمل العسكري هو نوع من التفاوض على الأرض. نعم سيد عبد الهادي، بخصوص هذا الأمر تحديدا، يعني قبل قليل انتهت الجلسة الأولى فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، يعني كما وردتنا بعض المعلومات من هناك أن يعني الميليشيا متعنتة وترفض تماما وقف العملية العسكرية، ما تطالب به هو أن إيقاف عملية التحالف فقط لا غير، يعني ما رأيك بذلك؟ هي فعلا تحتاج وقف عمليات التحالف العربي لتتمكن من تعزيز أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى الجبهات، وإنما الوصول إلى صيغة مفاوضات وصيغة اتفاق هي ليست لديها أي من الأفقات، أو الهدف الأساسي ليس إنهاء الحرب، لكن هي تمارس السياسة بالحرب. هذه الجماعات من حيث تعريفها هي جماعات دينية تقليدية ولديها إمكانيات دولة، وهي تعتبر السياسة حرب، أي أن آلية نشأتها في نشأة هذه الجماعة قائمة على مبدأ أن الحرب هي السياسة. نعم سيد عبد الهادي، أين المقاومة مما يحدث اليوم في الكويت؟ كيف سينعكس ما يجري هناك على الواقع الميداني؟
المقاومة رغم تقوطات الجميع أن المقاومة كما قالوا ليست جيش وليست منضبطة ولن تنضبط ولن تلتزم بوقف إطلاق النار. نعم. لكنه ثبت عمليا أن المقاومة التزمت وباعتبارها جيش نظامي تام التزمت بقرار الحكومة وبقرار الرئاسة اليمنية وأيضا الجيش اليمني وأوقفت كافة عملياتها وهي في جميع المناطق في موقف دفاعي برغم التقدمات التي أحرزتها جماعة الحوثي مثلا هنا في تعز. هناك تقدم في المحور الغربي على ساحل البحر الأحمر. نعم. هناك تقدم في مديرية الوزعية وتعزيزات، لكن بالنسبة للمقاومة كانت في منطقة دفاعية تماما. نعم سيد عبد الهادي، اليوم وفد الميليشيا يعترض على ترتيب النقاط الخمس التي تبدأ بانسحابهم وتسليم السلاح ويدعو إلى عودة العملية السياسية قبل ذلك، بينما الوفد الحكومي رفض ذلك تماما. هل يبدو هذا مدخلا لفشل المفاوضات؟ هو أحد أهم المداخل، عودة العملية السياسية. ما الذي يقصد به؟ ألم تكن العملية السياسية قائمة في صنعاء وكنا داخل حكومة وفاق وطني؟ نعم. وحكومة شراكة وطنية كما كانت، هم من أتى بحكومة الشراكة الوطنية التي ينقلبون عليها اليوم أيضا، انقلبوا على حكومة السيد باسندوا وكان هذا الرجل يمثل توافقا حقيقيا. هذه الحكومة لم يترك لها العمل ولم تمكن من أدوات لأن القوة بأيديهم. الإشكال الأساسي الذي لا يعيه الجميع أن التفاوض ليس سوى انعكاس لميزان القوة على الأرض. أولا، من أجل الوصول إلى تفاوض يجب كسر ميزان القوة على الأرض. لا زالت إيران ولا زال نظام الملالي هو المتحكم الأساسي. قابل الملالي هذه الجماعات في عمان وهو من يملي الشروط وهو من يتحكم. لم التفاوض لغة نعم. لا تعرفها الميليشيات في العالم سوى عندما سيد عبد الهادي تكون منكسرة. نعم. وضحت الصورة سيد عبد الهادي. على الأرض لا تعترف هذه الجماعات بأي من اللغة السياسية نعم. أو الدبلوماسية وليست لديها ما تحصره. هي على استعداد أن تظهر بالحرب إلى آخره. هذه الجماعات لا يفتحوا أصواتها للحرب. نعم سيد عبد الهادي وضحت الصورة. المدافع وعزيز الرحاف. نعم سيد عبد الهادي، أستسمحك للذهاب لنقل وقائع مؤتمر صحفي يجري حاليا في الكويت للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. سنذهب لنقل وقائع هذا المؤتمر ومن ثم نعود لنناقشه سويا، ابقى معنا. نذهب بكم مشاهدينا لنقل مجريات هذا المؤتمر. رقم 2216 حفاظا على الأمن والسلم والاستقرار في اليمن الشقيق. أترك المجال الآن إلى المبعوث الأممي الخاص في اليمن سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإلقاء كلمته في هذا المؤتمر الصحفي للمشاورات السلام اليمنية، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وشكرا لحضوركم معنا اليوم الإخوة والأخوات الأعزاء. انطلقت البارحة مشاورات السلام اليمنية تستضيفها مشكورة دولة الكويت، ونأمل أن تشكل بداية لمرحلة جديدة يعول عليها الكثيرون، هي مرحلة السلم والأمان واحترام حقوق الإنسان. كما بدأ العمل بوقف الأعمال القتالية في منتصف ليل 10 نيسان/أبريل، وبالرغم من الخروقات المقلقة في بعض المناطق تفيد التقارير أن ثمة تحسن ملحوظ على الصعيد الأمني. سمعنا صباح اليوم عن الاشتباكات في تعز وبعض المناطق واتصلنا بالجهات المعنية ونحن نتابع الملف، ولا بد هنا من الإشادة بالعمل المتواصل للجنة التنسيق والتهدئة واللجان المحلية. سوف ترتكز جولة المشاورات على النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015. ورؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة
في التنفيذ، بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متوازي في لجان عمل تدرس آليات تنفيذية بهدف التوصل إلى اتفاق واحد شامل يمهد لمسار سلمي ومنظم بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لمسار سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام، ولا شك أن التوصل إلى حل عملي وإيجابي يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف، وسوف يعكس مدى التزامهم وسعيهم للتوصل إلى اتفاق تفاهمي شامل. والجلسات التي عقدت اليوم كانت بناءة، والأجواء تعد بتقدم مهم، ولا بد في هذه المرحلة الدقيقة من توجيه رسائل خاصة. أولاً لليمنيين، من يعرفني جيداً يعرف محبتي لليمن الذي عملت فيه لسنوات من قبل، واليمنيون هم عصب اليمن وقلبه النابض. أعرف أن الوضع صعب والنزاع طال، ولكني متأكد أن العزيمة اليمنية لن تستسلم، ونحن حالياً أقرب إلى السلام أكثر من أي وقت مضى. رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، من الشمال ومن الجنوب، أؤكد لكم أن أمنكم واستقراركم وحقوقكم هم أولى الأولويات لدينا. ثانياً، للمشاركين السياسيين، أنتم اليوم تمثلون الشعب اليمني، فالمناصب السياسية تضعكم في دائرة المسؤولية. حكموا ضمائركم، عالجوا الثغرات بروح بناءة، وحولوا الخلاف إلى اختلاف يغني التركيبة السياسية، إنما يضمن تماسك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي. وثالثاً، تحية شكر لدولة الكويت. أريد أن أكرر شكري إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وحكومة وشعب دولة الكويت على الدعوة الكريمة لعقد هذه المشاورات وعلى جهودهم الجبارة وكل التسهيلات التي قدمت لاستضافتنا. ولا بد أيضا من شكر المجتمع الدولي للدعم الدائم والمتابعة الفعالة للملف اليمني. ثالثا، لكم أنتم الإعلاميين، أنتم من يحملوا مشعل الحرية والدفاع عن الناس ونقل نبض الشارع. أقدر أعمالكم وتضحياتكم وتجاوبكم، وأتمنى عليكم تهدئة النفوس ومتابعة العمل بحرفية تنقل الواقع ولكن لا تشعل الفتن. نحن في مرحلة حساسة، نأمل تعاونكم معنا فيها حتى نتابع معا يدا بيد عملية إيقاف العنف في اليمن والشروع في مسار السلام. وما طلبته من الوفود السياسي أطلبه منكم أيضا، أظهروا حسن النية والمرونة، أنتم صوت الناس كل الناس، فكونوا صوت اليمن كل اليمن. وأخيرا، أكرر اليوم أننا سوف نكثف الجهود حتى يكون السلام هو عنوان المفاوضات ونتيجتها، وكما قلت البارحة في الجلسة الافتتاحية، إن السلام خيار، فليكن السلام هو خياركم. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم جانب من وقائع المؤتمر الصحفي لإسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن. إسماعيل ولد الشيخ هذه المرة يؤكد على أن الجولة الأولى كانت بناءة وإيجابية جدا من جميع الأطراف، كما أنه أكد مرة أخرى أن يعني المباحثات ستكون قائمة على قرار مجلس الأمن 2216، لكنه أكد ما يعني ما المصادر السياسية التي وردتنا قبل، أن فعلا أن النقاش سيتم بشكل متوازي وليس بشكل متسلسل حول النقاط الخمس، وهو أيضا ما طلبت به هذه الميليشيا من أجل الابتعاد عن موضوع تسليم السلاح للدولة، ومطالبتها بأولا البدء بالعملية السياسية قبل أن يتم عودة السلاح إلى الدولة ووقف العمليات القتالية. أيضا ولد الشيخ أكد تحسن ملحوظ ميدانيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، مع أيضا تلميحي أن في تعز ما زال الوضع يحتاج إلى عمل أكثر. أيضا يقول لا يوجد جواب نهائي لنقل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار إلى المملكة كونها أقرب من الميدان.
إذا مشاهدينا سيكون بالنسبة للسيد عبد الهادي العزعزي، يبدو أنه اعتذر عن المواصلة. سينضم إلينا الآن المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. مساء الخير سيد عبد الله. مساء الخير أخي. سيد عبد الله، يبدو أنك استمعت للمؤتمر الصحفي لإسماعيل ولد الشيخ، هو اليوم يؤكد أن النقاط سيتم تنفيذها بشكل متوازي وليس بشكل متسلسل. ما رأيك بما تم اليوم في هذا المؤتمر؟ يعني لأول مرة هنالك إلى حد ما وضوح في أداء المبعوث الأممي، يعني هو يضع إلى حد ما النقاط على الحروف. نعم. في أمور كثيرة يحاول أيضا أن يكون وسيطا إلى حد ما، ينقل الأمور بشيء من الشفافية. أعتقد أن هنالك تطور في أداء المبعوث الأممي بالتأكيد من المشاورات السابقة حتى الآن، على الأقل في وضوح الرؤية. يعني ليس هنالك إلى حد ما تناقضات في فيما يصرح به منذ البداية، وخاصة ما بين الأمس واليوم، يعني خطابه الذي ألقي بالأمس والمؤتمر الصحفي اليوم. الأمر المهم في هذا الأمر في المؤتمر الصحفي أو ما تم إنجازه أو نقاشه منذ الأمس حتى اليوم هي قضية التأكيد على المرجعيات، التأكيد على القرار الأممي، التأكيد على النقاط الخمس، وأيضا موضوع هل يتم التنفيذ بشكل تسلسلي أم بشكل متزامن. لكن هنا السؤال ليس عن التنفيذ وإنما عن المباحثات. يعني حتى الآن نحن نتحدث عن المشاورات، هل ستتم بشكل تراتبي، يعني نناقش فقرة ثم ننتقل للأخرى، أم أن هنالك لجان ستناقش كل المواضيع ثم الوصول إلى اتفاق، هذا الاتفاق ينفذ بشكل كلي يعني بشكل متكامل. أعتقد أن هنالك كثير مما يمكن ان نعم. ولكن سيد عبد الله، يعني هو في حديثه يقول ان يعني مساله الشكل المتزامن يعني بشكل متوازي التنفيذ لهذه النقاط، هل هو يعني يوجد فيه نوع من الذي قد نطلق عليه انه منطقيا ان يتم يعني البدء بعمليه سياسيه وما زالت العمليات العسكريه قائمه على الارض وايضا السلاح الثقيل في يد ميليشيا، كيف سيتم ذلك؟ طيب، لابد أولا أن نؤكد على أمر مهم هنا، الحديث هنا ليس على التنفيذ لأنه لا يمكن أن تبدأ التنفيذ من الغد. يعني هنا الحديث عن المشاورات المتزامنة للوصول إلى اتفاق تنفيذي. يعني أرجو أنني استطاع أن أوصل المسألة. يعني الآن سيتم عقد لجان كما فهمنا تناقش كل المواضيع في وقت متزامن، ثم يكون هنالك اتفاق، هذا الاتفاق توافق عليه الأطراف إذا ما اتفقت على كل البنود وآلية كل بند، ثم بعد ذلك ينطلق إلى التنفيذ أيضا. نعم. التنفيذ المتزامن، لكن قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ هنالك شغل كبير فيما يخص المشاورات والتباحث والحوار حول القضايا المختلفة. لكن برأيك هل هذه الآلية ستنجح؟ هذا هو السؤال، هل هذه يعني هنالك أسئلة في هذا الموضوع، ليس فقط أنها ستنجح أو لا، ما مدى موافقة الأطراف عليها؟ هل ستوافق الحكومة اليمنية على هذا المبدأ من باب أنه ممكن أن نناقش الآليات بشكل متزامن، ثم عندما نأتي للتنفيذ يتم التنفيذ بشكل آخر مختلف، يعني على الأقل يسمح بأن يكون هنالك حل حقيقي، أم أن القضية أنه حوار متزامن ثم التنفيذ يعني فيه رخاوة فيه تراخي. نعم. إذا ما رفضت الحكومة لموقف كهذا، يعني هل يعتبر الرفض الحكومي لهذا الشيء قد نقول بالموقف السلبي؟ أنا في تصوري أن الحكومة ما يهمها هو تنفيذ القرار الأممي 22/16، وأهم ما فيه عودة الحكومة الشرعية والمؤسسات وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وقضية المختطفين، ثم بعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الانتقال السياسي والعملية السياسية. وبالتالي هل سيكون هنالك مرونة من الجانب الحكومي في موضوع بحث هذه المواضيع ثم الاتفاق على آلية تنفيذية، يعني آلية تنفيذية تؤدي بالفعل إلى تنفيذ حقيقي على الأرض لمتطلبات التمهيد للانتقال السياسي؟ نعم. هذا هو السؤال المهم. أعتقد أن هنالك محاولة وضغوط من قبل الأمم المتحدة
لهذا المسار، مسار أنه دعونا نناقش كل المواضيع في شكل يعني متوازي، ثم عندما نأتي للتنفيذ نفكر كيف سويا كيف يتم التنفيذ. لكن الحكومة اليمنية واضحة وموقفها واضح وشديد الوضوح في هذا الاتجاه، لا يمكن البحث في انتقال سياسي ما لم يتم التنفيذ المهم للقرار الأممي 2216 وعودة الحكومة والتمهيد بسحب الأسلحة لأي حوار سياسي يناقش كل القضايا. نعم سيد عبد الله، هو أيضا الرجل تحدث عن أن هناك تحسن ملحوظ ميدانيا في مسألة تثبيت وقف إطلاق النار، بينما كل التقارير الواردة من الميدان تشير إلى أن الخروقات مستمرة ومتواصلة في أكثر من جبهة. هو ذكر أمر مهم، أنه في كل في 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 كثير من الأحيان نطالب المبعوث الأممي بأكثر مما يعني بأكثر من قدرته. نحن على الأقل ندرك جيدا أن هنالك كثير من الشو الإعلامي الذي يمارسه الطرف الآخر، مع أنه يعترف أنه يحاصر تعز اليوم. في المشاورات عندما كان يتم الحديث عن موضوع تعز يصمت ويعترف بما يحدث، أيضا هو قال بالحرف الواحد الطرف الآخر أن نهم ليست داخل الاتفاق السياسي أو العسكري، وبالتالي سيستمر الحرب فيها. لماذا لم يتحدث المبعوث الأممي عن حول هذا الأمر؟ أعتقد أن هنالك محاولة حقيقية من المبعوث الأممي لإعطاء المشاورات مزيد من التفاؤل، من الأمل، من إمكانية أن توصل إلى شيء. يا أخي لنقول كلمة مهمة جدا، كل اليمنيين يتمنون أن تنجح هذه المشاورات، وكل اليمنيين يؤكدون على أنه إذا ما وصل الفرقاء وإذا ما يعني وصل اليمنيون إلى حل على أساس المرجعيات والقرار الأممي 2216 فإنه ليس هنالك منتصر إلا الوطن واليمنيين. وبالتالي حتى الحوثيين يجب أن يدركوا أن هذه لحظة تاريخية مهمة، ما دام اعترفوا وأقروا بأنهم سينفذوا القرار الأممي 2216 فليكونوا جادين وحقيقيين في التوجه. لكن بالمجمل سيد عبد الله، يعني بالمجمل ما تم يعني في الكويت، هل يبشر ب يعني نجاح لهذه المشاورات ام انها ستفشل كسابقتها؟ للاسف يعني للاسف هي مشكلتنا في ان الاطراف في حين ان الطرف الحكومي يذهب متكئا على رؤية واضحة للتنفيذ القرار الأممي ويعطي الأمور فرصة كبيرة. يعني نحن اليوم نتحدث عن أن الانقلابيين تأخروا 4 أيام والحكومة الشرعية تقول أننا يعني ملتزمون بإعطاء المشاورات فرصة، لكن مشكلتنا أن الحوثي وصالح يأتون إلى المشاورات متكئين على قضايا تفكيك المرجعيات، يعني كأنه هدف رئيسي وأساسي هو تفكيك المرجعيات. وبالتالي هذه المشكلة تجعل يعني المراقبين يتشائمون. لكن هل نحن قادرون على أن يعني تحدث الأمور اختراق في هذا الأمر؟ هذا ما نتمناه، لأن الواقع الإقليمي والواقع في الأرض يقول للحوثيين وصالح مغامرتكم انتهت، يجب أن تعودوا إلى العقل وإلى البصيرة. أشكرك السيد عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي في بداية الحلقة المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي من مدينة تعز، وأيضا أشكر المحلل السياسي أيضا السيد عبد الله إسماعيل كان معنا من الكويت، وأشكر أيضا جميع طاقم العمل وفي الإعداد الزميل كمال حيدرة، وأشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة. إلى الملتقى في أمان الله.